أقامت الشركة العربية للطيران احتفالاً بعيد الاستقلال 71 في مطار الملكة علياء، وذلك بحضور مشاركين من الجهات الرسمية والشعبية لمشاركة المواطنين الأردنيين هذه المناسبة الوطنية. شمل الاحتفال نشاطات غنائية وطنية واستذكار ليوم الاستقلال الذي يمثل ذكرى جهاد الآباء والأجداد الذين بنوا هذا الوطن الأغلى ليعيش الجميع من بعدهم بأمن وأمان. الأسرة العربية للطيران الأردن بتهني صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بعيد الاستقلال، والفكرة هي فكرة احتفال بيوم الوطن، وكعربية للطيران الأردن وجزء من قطاع الطيران الأردني حبينا نعبر عن شعورنا وشكرنا وامتناننا للأردن بلدنا، وكوننا جزء إن شاء الله فعال في موضوع السياحة وقطاع الطيران حبينا نشارك ونقول للوطن شكرا لك. كل عام وخير لسيدنا، وكل عام وانت بخير للوطن، يوم غالي على الأردنيين، واشكر الجهود اللي سووه بالاحتفال هذا. نقول في هذا اليوم المبارك ان الوطن وقيادته الهاشمية صنوان لا يفترقان، والعربية للطيران الأردن هي شركة طيران متميزة يعني تشكل قصة نجاح أردنية